السلام عليكم. انا ام تحيا ريم اللي كما كتعرفوها كاملين وشفتوا لاكسيدون ديالها كاملين وعرفتوا القصه كيفاش وقع هذاك الشيء وكيفاش كنت جايه انا وياها ومشات صيفطتها تسخر تجيب البن وكانوا جوج تيتسابقوا من الفوق واحد فيهم دوبل وضربها وبسرعه قصوى. انا علاش خرجت للاعلام؟ خرجت للاعلام باش 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 نطالب بحق بنتي، باش حتى كانوا كيعطيو الرشوه من جهه اخرى انا نحارب بالشفافيه. لقيت انا علاش خرجت على قبل المحضر ديال بنتي، لقيتهم دايرين ليها ما دايرينش ليها السرعه ديال الولد باش غادي منين ضربها وفين فين تلاحت ماتت، قال لك الشهود ما كاينينش وحتى شي حاجه من هذا الشيء ما كاين، والفيديو راه واضح وبين لاي واحد ولاي مسؤول، بين لاي واحد وبين لاي مسؤول. حطيت الشكايات ديالي، انا باقا في الانتظار تنتسنى الجواب ديال المسؤولين اللي انا طلبتهم وجازيت وطلبتهم باش 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 يوقفوا معايا في هذه المساله هذه وباش يوقفوا معايا وبالنسبه للتحقيق مع 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 البوليس اللي حطوا المحضر، وانا غنتابعهم وما غاداش نوقف وما غاداش نسكت، وشنو ما كان انا ما غاداش نسكت وما غاداش نبقى واقفه، انا غدا نخرج ومازال دقيت جوج بيبان، مازال ليا ثلاثه البيبان غندقهم، ومشيت طرقت البيبان باش ناخذ على عند المسؤولين باش ناخذ الكاميرات اللي جايين من شارع من شارع من من شارع طاح اللي حتى الامتداد امتداد دو مارس حتى شارع القدس. طرقت بيبان المسؤولين، درت طلب امر بتسجيل كاميرات، حتى واحد ما بغى يعطيني، ولكن انا كنقول لكم خديتو وبجهد الله خديتو وبالناس الطيبين خديتو واللي تعاونوا معايا، والروح عزيزه عند الله راه ما كتضيعش، ومازال غدا نشوف ومازال غنبقى واقفه وغنكافح وما غنسكتش واخا يطرى اللي يطرى. دابا جاو عندي جمعيات، جمعيه من فرنسا وجات عندي جمعيه من الاسبان، وخليتهم انا في الانتظار حتى نشوف بلادي اش دارت معايا، عاد نشوف البرانيين شنو غيديروا معايا. حنا جاونا مكالمات، جاونا تهديدات، جاوني ميساجات انا كيستفزوني بان حنا ضاحكين ناشطين انت اللي في، يعني بزاف الحوايج بلا ما نبقى ندخل في يعني التفاصيل، حيت هذاك الشيء غير مجرد كلام، انا كندير الافعال ما كنديرش الكلام، انا ما كنهضرش، انا ما كنعيرش، انا ما كنتهمش وما كنستفز حتى شي واحد، وما غدا نمشي عند حتى شي واحد كيقلب عليا. انا كنقلب كنهضر مع القانون، كنهضر مع بلادي، كنهضر مع المسؤولين ديالنا، هما اللي كنتناقش معاهم. ناس كيقولوا انا خصني نتعاقب، انا فعلا تعاقبت، انا تعاقبت بموت بنتي قدام عينيا، انا تعاقبت ملي شفت الرويده الاولى دازت لها على عنقها والثانيه دازت لها على الراس والثالثه عودتها على الراس. ما بغيتش نهضر في التفاصيل ديال لاكسيدون ديال بنتي، حيت لحد الان انا ما تنعش، لحد الان انا قلبي طيب، لحد الان تنسد عينيا كتبان ليا لاكسيدون كامله، لا سين كامله كدوز ليا بين عينيا. انا علاش ما بغيتش نسكت؟ حيت قلبي باقي محروق من جهه بنتي، باقي مكوي من جهه بنتي، والناس اللي باغين يحاكموني بارك عليهم، راه ربي راه حاكمني انا الاولى، انا كنتسنى العقاب ديال اللي قتل.